تاني بص كده. ده برايمري فايف سكند تيرم ورك شيت 1 بيقول لي ايه؟ ذا بريمتر اوف سكوير هو سايد لينف ال. طب سايد لينف ال يعني طالما السايد ال البريمتر بنعمل السايد تايمز 4. يعني المفروض ان انا اعمل اهو البريمتر هيبقى ال تايمز 4 عشان هم 4 سايدز. ال تايمز 4 يبقى ادي لك ايه؟ 4 ال. يبقى الاجابه هتبقى 4 ال. طيب هنا the smallest natural number is وthe smallest counting number is. the smallest natural number اللي هو الزيرو وsmallest counting number اللي هو الوان. تمام؟ معايا يا احمد ولا مش معايا؟ انا كمان سمعت طيب يعني استنيت بيقطع شوية كده ايه سامعني؟ اوكي سمعك مستر. طيب يا حبيبي هنا اي يونيون او اي اللي هي الايفن نمبرز لما نعمل لها يونيون مع الاو بتديني الناتشورال نمبرز اهو، لان الناتشورال نمبرز بتتكون من الاي مع الاو بتدينا ان. طب وبعد كده بيقول لي ايه النمبر دي؟ هي دي كانت ايه؟ بي سي. ده السؤال الاول. طيب مش هنبعت لهم اللينك ولا ايه؟ ولا هم نسيوا؟ ماشي نشتغل بقى لما يخش بقول لهم تاني. طيب بيقول لي ايه بعد كده؟ ان انترسكشن اي، الان اللي عملت انترسكشن مع الاي، الان طبعا هي الكبيره والاي هي الصغيره، يبقى لو عمل انترسكشن هيديني الاي. ان انترسكشن اي لما الكبير بيعمل مع الصغير بيديني بيعملوا انترسكشن بيديني الصغير، لو عملوا يونيون بيديني الكبير. طب اللي بعديها the natural number between 3.5 و 4.8، يعني هنلاقي natural number اكبر من 3.5 على طول، اللي هو مين؟ اللي هو الفور. مين اللي اكتر من 3.5 على طول؟ اللي هو الفور. يبقى the natural number between 3.5 and 4.8 يبقى 4 على طول، لان بنجيب ال natural number الاكبر من 3.5 على طول، يبقى هو الفور. طيب بعد كده دي نمبر ايه؟ نمبر اف ان يونيون سي. بص ان يونيون سي طبعا الان هي الكبيره والسي هي الصغيره، لان الناتشرال نمبرز اكتر من الكاونتنج نمبرز، لما بيعملوا يونيون بيديني الكبير اللي هو الان. تمام. طيب لما تشوف كويشن بعد كده ده اف في بعد كده تمام سما بتدخل ايه؟ ماشي. سما بتدخل سما بتدخل ايه؟ يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا سما؟ ايه اللي فرق؟ ماشي. طب كملي معانا من اول نمبر جي وهبقى اعيد لكم تاني الكلام اللي فات. في الموديل الاولاني نمبر جي هبعيد العمود ده تاني. طب نمبر جي بيقول لي بيقول لي اي انترسكشن او، خد بالك اي اللي هي الايفن نمبرز، انترسكشن او يا جماعه اللي هي الاود، هيبقى فار. مفيش انترسكشن بين الايفن والاود، يبقى فار. طيب نمبر اتش يا جماعه، نمبر اتش واعمل لي كده، عامل لي ايه؟ وير ايه بيلونجز تو ان. انا يهمني المعلومه اللي هو مديها اللي هي ليس ذان اور ايكوال ايه ليس ذان 13. دي معناها كل النمبرز اللي بين 8 و13. ما احنا قلنا يا جماعه ايه؟ يعني كل النمبرز اللي بين 8 و13، مين هم النمبرز اللي بين 8 و13؟ ال 9 وال 10 وال 11 وال 12. طيب هناخد ال 8 معانا عشان ال 8 ايه؟ عشان في علامه اور ايكوال، يبقى هناخد ال 8 معانا. طيب لو جينا على نمبر اي، على نمبر اي بيقول لي ال ان ماينس الاو، الان لو شلنا منها الاو هتدينا ايه يا جماعه؟ الان اصلا بتتكون من الايفن نمبرز والاود نمبرز، فالان لو شلنا منها الاو يتفضل اي. ما هي الان مثلا دي صفحه كام؟ تمام. الريفيجن شيت الاولاني خالص، يعني مبعوت على الجروب 2 ريفيجن شيتس، هي الريفيجن شيت الاولاني. ماشي؟ لقيتيها؟
اللي هي بادئه بذا بريمتر اوف ذا سكوير هوز سايد لينث از ال. شفتيها يا سما؟ تمام. طيب احنا كنا حلينا دول لما اتاخرت، بس هقولهم لك تاني دلوقتي اللي هم من ال اف. طيب هخلص بس بقيه ال لاقيها. نعم مش لاقيها؟ انا مش لاقيه الصفحه. لا افتحي على الجروب، في تو ورك شيتس مبعوثين، هي الورك شيت الاولاني. تمام. لقيتيه؟ اه. هي كايرو، كايرو لانجوج سكول دي عندكم في قطر ولا في مصر؟ لا هي في قطر بس هي اسمها مدرسة القاهرة. اه لكن هي في قطر يعني عندكم. طيب اوكي ماشي. طيب ماشي تعالي نشوف بعد كده. هي دي المدرسة بتاعتكم يعني صح؟ في قطر. ايوه مصر. ماشي حلو. طيب ان ماينس او قلنا ان هتشيل من او ادينا اي. طيب تعالى على نمبر جي. نمبر جي بيقول لي بي بي انترسكشن اي. نمبر جي بيقول لي بي انترسكشن اي. بي يا جماعه اللي هي البرايم نمبرز، لما تعمل انترسكشن مع الايفن نمبرز هيتقابلوا في مين؟ او مين اللي موجود فيهم هما الاثنين؟ التو. ده احنا عارفينها بقالنا كتير قوي. التو هو الايفن نمبر وفي نفس الوقت برايم نمبر. The additive number G. طيب number K قال لي the additive neutral element. احنا قلنا ال additive neutral element يا جماعة اللي هو ايه؟ اللي هو ال 1 اللي هو ال 0 سوري. ولو قال لي multiplicative neutral element اقول له 0. هو بيقول لي اهو، بيقول لي the additive neutral element in N is يبقى 0. And تمام. But the multiplicative neutral element is 1. تمام. طب لو جينا بصينا على نمبر اي جي كي ال، نمبر ال قال لي ايه؟ ذا نقط اند نقط هاز تو اكسس اوف سيمتري. يعني مين عندنا تو اكسس اوف سيمتري؟ الريكتانجل والرومبس. يعني عندنا الريكتانجل او الاجابه هتبقى ريكتانجل وتاني اجابه رومبس او العكس يعني رومبس. هم دول اللي عندهم تو اكسس اوف سيمتري. طيب هقول لك تاني الاولانيين دول يا سامع عشان دخلت متاخره فيهم. هنا the perimeter whose square is L it's the perimeter of square whose side is L. احنا قلنا البريمتر بنعمل side times 4 هو السايد بتاعه L. طب انا لو عملت L times 4 هيديني ايه يا جماعه؟ هيدينا 4L. طيب 4L اللي بعدها كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي the smallest natural number is هيبقى 0. طب ذا سمولست كاونتنج نمبر از هيبقى 1. طب اللي بعدها بيقول لي اي يونيون او، يعني عايز يقول لي الايفن نمبر لو عملت يونيون مع الاود نمبر هتدينا ايه؟ تدينا ان. طيب اللي بعديها ان انترسكشن اي، الناتشورال نمبرز لو عملت انترسكشن مع الايفن نمبرز هتدينا ايه؟ الانترسكشن بيديني الصغير دايما، بيديني الصغير. يبقى ان انترسكشن اي هيبقى ايه؟ طيب اللي بعدها اللي هي نمبر كام؟ ذا ناتشرال نمبر بتوين 3.5 اند 4.8، يعني ناتشرال نمبر الاكبر من 3.5 واصغر من 4.8، نشوف النمبر الاكبر من 3.5 على طول اللي هو ال 4. وفي نفس الوقت هنلاقي ان ال 4 ده اصغر من ايه؟ من ال 4.8. طيب بعد كده ايه انت خلاص كده اخر نمبر اف ان يونيون سي. الان يونيون سي احنا عندنا الان هي الكبيره والسي هي الصغيره، لما الكبير بيعمل انترسكشن مع الصغير بيديني، بيعمل يونيون مع الصغير يديني الكبير. يبقى دايما يا جماعه لما اعمل يونيون بين الكبير والصغير يدينا الكبير، اعمل انترسكشن ما بينهم يديني الصغير. تمام. طيب نشوف كويشن نمبر 2 كده. كويشن نمبر 2 بيقول لي ايه؟ بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر. ده كويشن نمبر 2. طيب نمبر ايه قايل لي اكس ايكوال دي وير دي بيلونجز تو ان و 3 ليف ذان. بص يا جماعه عامل لي المعلومه دي، انا يهمني المعلومه دي 3 ليف ذان دي ليف ذان اور ايكوال 6. احنا قلنا المعلومه دي معناها يا جماعه اول نمبرز بتوين 3 اند 6. ايه كل الارقام اللي بين 3 و 6؟ هيبقى ال 4 وال 5. طب يا ترى هناخد ال 3 معانا؟ لا عشان ما فيش علامه ايكوال، بس هناخد ال 6 معانا. شفت علامة ايكوال عندك؟ فاهمينها يا شباب ولا مش مفهومة؟ أحمد طيب
لو بصينا على اللي بعديها يا جماعه، نمبر بي بيقول لي ايه؟ نمبر بي عامل لي كده 3.3 و33، وهنا ال ان. هو طبعا طالما في بريسز يبقى انا المفروض اعمل سبست، شيل الشرطه بتاعت البيلونج طالما في بريسز موجود. ابتدي ابص بقى يا ترى هما الاثنين موجودين جوه ولا لا. ال 33 موجوده جوه بس ال 3.3 مش موجوده جوه، يبقى انا هشطب كده نوت سبس. طيب ده جيومتريك فيجر، هو احنا ملاحظين السهم اللي هو رسمه ده يا جماعه يعتبر اتنقل، يعني عامل لي سهم كده ورجع عامل لي سهم كده، يبقى ده ترانسليشن. هو السهم مشي يبقى ترانسليشن، لو كان معكوس كنا قلنا ريفليكشن. طيب 5 minus 5 or 8 ده نمبر دي، احنا قلنا اي فراكشن اظبطه الاول اهو. 5 minus 5 ب 0، 0 over 8 equals 0. طب ال 0 فعلا هيبقى belongs to n، وطالما من غير braces هختار belongs مش هختار subset. طيب نمبر اي قال لي ال 0 موجود كده ماله، وكاتب لي الناحيه الثانيه the set of counting numbers اللي هم سي. طبعا الزيرو مش موجود في الكاونتنج نمبرز، بس عشان في بريسز انا هختار نوت سبست، مش هختار ايه؟ مش هختار doesn't belong. طيب نمبر اف بيقول لي the sum of two numbers is 18، one of them is x then the other. احنا عارفين طبعا يا جماعه طالما هم مجموعهم الاثنين 18، لو واحد x يبقى الثاني 18 minus x، دي بتيجي كتير جدا يعني ال 18 واشيل منها النمبر اللي بقال عليه. The equilateral triangle has not axis of symmetry، هيبقى نمبر جي ده هيبقى 3، عنده 3 axis of symmetry. طيب transformation اللي هو مديهولي دون، هو مديني ترانجلين باصين لبعض، يبقى ده ايه يا جماعه؟ ده ريفليكشن. ريفليكشن لان هو مديني ترانجل كده وترانجل تاني باصص له كده، طالما باصين لبعض كده يبقى ده ريفليكشن اتعكس. طيب subtract 5 from double number y، بص يا جماعه h subtract 5 قام عامل minus 5 كده، هو مش بيقول لي بقى from y، لا بيقول لي from double number y. from يعني المفروض اكتب هنا يبقى double number y. اوكي طيب اللي بعديها دي كانت نمبر ايه؟ نمبر g. كان في واحدة نسيناها، في واحدة نسيناها اللي هي نمبر اتش. معلش خلي دي اتش وخلي دي اي، اي اللي هي ريفليكشن ايه دي اي. والاتش كان فيها ايه يا جماعة؟ والجي اللي هي 2 واي ماينس 5، دي الجي 2 واي ماينس 5. وفي مسألة مديها لي ان ذا سيم باترن، بيقول لي 1 نسيتها نمبر اتش، بيقول لي 1 3 7 13. انا ملاحظ يا جماعه بصوا كده من 1 ل 3 بيزود ايه؟ بصوا 1 3 7 13. طيب هو من 1 ل 3 بيزود 2، من 3 ل 7 بيزود 4، من 7 ل 13 بيزود 6. بصوا يا جماعه بيزود 2 وبعدين 4 وبعدين 6، يبقى بعد كده المفروض يزود 8. هو ماشي كده بيزود ايفن نمبرز، يبقى 13 بلس 8 هتديني 21. تاني يبقى هو من 1 ل 3 زود 2. طب من 3 ل 7 زود 4. طب من 7 ل 13 زود 6. يبقى هو من 13 ل 21 هيزود كام يا جماعه؟ هيزود 8. هيزود 8. طيب لو جينا بصينا بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم. ذا جيومتريك ترانسفورميشن، لا في واحده قبلها نمبر كي. 47 ماينس 74، بص يا جماعه انا لما اعمل 47 ماينس 74 اكيد هتطلع، طالما بعمل صغير ماينس كبير هتطلع الاجابه بره الان، ما انا ما ينفعش اعمل اصلا 47 ماينس 74. يبقى الكلام ده اللي هي نمبر كي، يبقى كده لما انت بتقول لي 47 ماينس 74 اكيد الاجابه مش هتطلع في الان، يبقى doesn't belong to n. طيب اللي بعدها بيقول لي ايه؟ ده جيومتريك فيجر وجايب لي شكل لافف كده، يعني جايب لي ايه؟ ده كان عامل كده
كان عامل كده، تمام؟ يعني جايب لي الشكل ده كان عامل كده، وبعدين ابتدى لف بقى عامل كده. طالما لف كده يا جماعه، طالما الشكل كده ولف بقى كده، يبقى هو عمل ايه؟ عمل روتيشن، عمل روتيشن. دي نمبر 8 روتيشن. ماشي، انا هصور ابعتها على الجروب. بيتهيألي كلام سهل جدا يا جماعة، مفيهوش حاجة صح؟ ومديين لسنة رابعة موديل زي دول يا جماعة ولا لأ؟ مش عارفة يا مستر، بس مامتي هتشوف، لو لقيت هتبعت اه لحضرتك يا ريت يا ريت، لو مديين لسنة رابعة موديل زي دول هم حلوين. عشان نسيم أخويا وبياخد مع حضرتك برضه. اه ونسيم اخوك انت يا سما، نسيم ممتاز برضه زيك يعني، بصراحة صراحة نسيم ما شاء الله عليه ممتاز برضه زي. طيب ماشي، واشكري لي ماما على انها جابت المودلز دي، حلوة يعني الريفيجن بتاعتها شاملة وحلوة. طيب بص بقى يا سيدي، نيجي نشوف كويشن نمبر 3. كويشن نمبر 3 هو جايب لي ايه؟ جايب لي بالية بتاعت البروبرتس. طيب جايب لي يا جماعة 58 بلس 36 بلس 42. احنا اتفقنا اول حاجه هنجيب ال 58 عشان بدا ب 8 جنب ال 42 عشان بدا ب 2، عشان 8 بلس 2 10. يبقى انا هعمل 58 بلس 42 واخلي ال 36 ورا، واسمي دي يا جماعه ايه؟ كوميوتيف. تمام. اه كوميوتيف، هكتبها بس كامله في اول واحده، وبعد كده هكتبها ايه؟ كوميوتيف. بعد كده يا جماعه هي نكتبها تاني، بس هنعمل ايه؟ هنحط براكتس على الاثنين دول، وتبقى دي اسوشيتد اسوشيتد. طيب بعد كده دول الاثنين هيدوا 100 بلس 36، هتطلع الاجابه 136. ده بالنسبه للمساله الاولى نمبر A. طيب بالنسبه لنمبر B، نمبر B جابها لي تايمز 125 تايمز 39 تايمز 8. اكيد يا جماعه ال 125 فريند لل 8 لان بيعملوا 1000 مع بعض، فاحنا هنجيب ال 125 تايمز 8 جنب بعض تايم 39 في الاخر، ودي هتبقى كوميوتيف. طيب دول الاثنين هنرجع نحطهم في بريس في براكتس اهو، وهتبقى يا جماعه اسوشيتيف. طيب دول الاثنين تايمز بعض هيديني 1000 تايم 39، هتنزل ال 39 وجنبها 2 زيروز، 39 وجنبها 2 زيروز. بالتالي سهله جدا الحاجات دي. طيب لو جينا بصينا على نمبر سي، فاهم يا احمد ولا مش فاهم؟ سامع فاهمه؟ فاهمه. اه طيب الحمد لله يا مستر، فاهم الحاجات دي قبل كده 100 مره واحنا بنحل يعني، بس احنا بنعرفها برضو. طيب بص يا جماعه، جايب لي 84 تايمز 1001. اه دي ديستريبيوتيف. ليه بقى؟ لان هسيب ال 84 اهي، ودي هخليها 1000 بلس 1. طيب خد بالك، فينا 84 تايمز، 84 بره تايمز وجوه ايه؟ بلس. ال 84 هتخش تتعمل مره تايمز ال 1000 بلس ال 84 هتخش تعمل تايمز ال 1. تمام يا شباب؟ طب 84 تايمز 1000 هتديني كام؟ هتديني 84000، و 84 تايمز 1 هتديني 84. لما جمعهم مع بعض ال 84 دول هيتخش على 2 زيروز، هتطلع كده 84084. مفيش حاجه خالص. طيب تعالى نشوف اللي بعديها اللي هي نمبر دي. نمبر دي قال لي ايه؟ قال لي ال 73 بلس 644 بلس 27 بلس 3336. طب بص يا جماعه، هنجيب ال 73 مع اللي بدأ ب 3 نجيبها مع اللي بدأ ب 7.
ونجيب ال 644 مع ال 336. طيب طبعا دي ايه؟ كومبيتيف. طبعا نرجع نكتبها هي هي بس في براكت. دي هتبقى اسوشيتيف. بالتالي كلام سهل يا جماعه، دي كده هتديني 100 ودي كده هتديني 1000. اعرفوا دايما لما بتكون جايه 3 ديجيتس 1 2 3 بيديها تعمل 1000، لما بتكون جايه 2 ديجيتس زي دي بيظبطها لي انها تعمل 100. لو انا جمعت دول هيبقى 0 0 0 0 1 1 هيطلع 1000 and 100. دي بالنسبه للنمبر دي. طيب لو جينا شباب بصينا على ال هو بيقول لي يا جماعه، بيقول لي في نمبر اي بيقول لي ايه؟ نمبر اي بيقول لي في نفس الكويشن بيقول لي 4 تايمز 572 تايمز 25. احنا عارفين ان ال 4 وال 25 ار فريندز، يبقى انا هجيب ال 4 جنب ال 25 572 في الاخر، وهنا يبقى كوميوتيتيف. تمام، هرجع بقى يا جماعه اخلي دول في براكتس خلاص، وتبقى كده اسوشيتيف. بس انتوا اكتبوها كامله بقى اسوشيتيف، انا بختصر بس يعني، وكوميوتيتيف. طيب نلاقي دول 100 وده 572، اكتب ال 572 يا جماعه وال 20. طب لو جينا بصينا على نمبر اف، نمبر اف بصوا جميله قوي برضو، بيقول لي ايه؟ بيقول لي 832 تايمز 99. طيب انا ملاحظ حاجه ان ال 832 انا ممكن اكتبها كده، ال 99 انا ممكن اعملها يا جماعه 100 ماينس 1 لان هي اقل من 1 1 101. دي كده ديستريبيوتيف ديستريبيوتيف. طيب هبتدي بقى ادخل داتا اكتب له جنبها المفروض ديستريبيوتيف. المفروض في الستيب اللي جاي اهو هدخل 832 تايمز 100 ماينس 832 تايمز ايه؟ تايمز 1، واكتب له جنبها طبعا يا جماعه ديستريبيوت. ماشي، طيب دي تايمز دي هتديني 83200 ماينس دي تايمز دي 832، هبتدي اعملهم ماينس بعض، هيبقى 0 ماينس 2 ما ينفعش، يبقى 10 ماينس 2 8، وده هيبقى 9 ماينس 3 6، وده هيبقى 11 ماينس 8 3، وده هيبقى 2 وده 8، هيطلع كده. تمام؟ طب لو جينا بصينا على اللي بعديها مديني ايكويشنز كده، مديني ايكويشنز هكملها بقى هنا كده. ماشي؟ كويشن نمبر 4 مديني ايكويشنز. اول واحده بيقول لي اكس بلس 6 ايكوال 9، هنودي 6 الناحيه الثانيه باكس ايكوال 9 ماينس 6، يعني اكس ايكوال 3. طيب نمبر بي جايب لي زد ماينس 5 ايكوال 12، هودي ال 5 بالبلس يبقى زد ايكوال 12 بلس 5 يبقى زد ايكوال 17. تمام. نمبر سي ما فيهاش حاجة، أسئلة سهلة كلها حلوة. نمبر سي جايبها لي بس تايمز 3 واي ايكوال 15. طبعًا دي معناها تايمز يا جماعة. أودي أنا 3 بالديفايدد يبقى الواي ايكوال 15 ديفايد 3، يعني واي ايكوال كام؟ 5. طيب لو بصينا على اللي بعديها اللي هي نمبر دي بيقول لي 1 أوفر 3.
اكس ايكوال 7. انا قلت لكم يا جماعه ايكوال 7، ال 1 اوفر 3 ده معمول تايمز الاكس، نوديه هنا بالديفايد، يبقى الاكس ايكوال 7 ديفايدد 1 اوفر 3. واحنا عارفين ان الديفايدد يا جماعه بنقلب الفراكشن، يعني ده يبقى 7 تايمز 3 اوفر 1. طب 7 تايم 3 ب 21، تمام؟ يبقى لما ديفايدد بقلب الفراكشن. طب اللي بعديها اللي هي نمبر اي جايب لي ايه؟ نمبر اي جايب لي 5x بلس 4 ايكوال 19. هتخلص انا من 4 الاول اوديها بالماينس، يبقى 5x ايكوال 19 ماينس 4، يعني 5x ايكوال 15. بتخلص من 5 بعد كده نوديها بالديفايدد، يبقى الاكس ايكوال 15 ديفايد 5 ايكوال 3. طيب نمبر اف جايب لي هاف اكس بلس 3 ايكوال 9، صح؟ هنودي احنا 3 الناحيه الثانيه، يبقى هاف اكس ايكوال 9 ماينس 3، يعني هاف اكس ايكوال 6. هنودي الهاف بالديفايدد، لما نوديه بالديفايدد بيتشقلب، يبقى 6 تايمز 2 اوفر 1 هيطلع كام؟ 12. تمام يا شباب ولا صعبه؟ لا تمام يا مستر. طيب ماشي. تمام يا مستر. سامع تمام؟ يا مستر. طيب. طيب نشوف بعد كده. هو الموديل سهل بس طويل قوي. جدا. ماشي، بس احنا خلصنا الحمد لله الموديل الاولاني اهو. طيب تعالوا يا جماعه بقى، بتالي بتاع الريفليكشن دي سهله بقى تعملوها، ما فيهاش حاجه. سهله جدا. ايوه جدا. ما فيهاش مشكله دي. يعني سيب لكم بتاع الريفليكشن دي. بس نحل انت بس حل واحده منها بس يا مصطفى عشان تتاكد يعني. حاضر حاضر ماشي. مثلا نحلها ونبتها. هو الفكره بس عشان انا هرسم لكم الشكل العام بتاعها، عشان طبعا انا مش عارف ارسمها بدقه عشان مش قدامي كراسه اسبانيا، فانا هرسم لكم بس اعرفكم الفكره ماشيه ازاي. يعني هو عامل ايه؟ هو عامل لي كده اهو، هو الترانجل عامل كده وجايب لي لاين اوف سيمتري كده. هي سهله، كل ما عليها يا جماعه اني اقيس المسافه دي واعملها هنا اهو، يعني ده كده واي وده اكس وده الواي هنا هتبقى واي. طب الاكس هنا هنقيس نفس المسافه دي كده بالمربعات بقى، نلاقي هنا الاكس بالاكس من هنا، الزد سهلة جدا، ونقيسها لحد هنا هتبقى هنا زد داش. بس انا بكلمكم عن الشكل هيطلع كده، بس انا اتمنى ما عنديش ايه يعني ما عنديش طيب. طب بص يا جماعه، وتشوف بقى البوينت اللي طالعه، يعني مثلا هنا مثلا البوينت لقيتها هنا دي قصاد مثلا 5، وهنا قصاد مثلا 7. يعني اقول لكم اول بوينت دي هتطلع كام؟ اكس ده شويه ده زد 5 7. هو اكس واي ده انا هقيسه بالرولر، المفروض هو واي زد هقيسه بالرولر. طيب اللي بيقول لي بقى ايه؟ يعني البوينت دي مثلا ادي هنا عندنا 4 وهنا هتمشي 4، هتلاقيها جايه هنا قصاد ال 11 قصاد ال 11. مستر حضرتك سامعني؟ سامعك يا حبيبي. هتلاقيها جايه قصاد ايوه يا احمد، ايوه يا احمد في حاجه؟ هتلاقيها جايه قصاد ال 11. هتلاقيها يا مستر علامة الصوت اللي فوق ده اتعمل عندي. مختار. نعم يا حبيبي سامعك. مختار. أنا سامعك يا أحمد. يا مستر. يا أحمد أنا سامعك. أنت سامعني يا سامع ولا سامعني؟ يا مستر سامعك. طيب بس. يبقى هو عايز يدخل ويطلع تاني. إيه هتبقى 11 اكس داش تبقى 11 بقى قصادها هنا ايه؟ اهو مستر المفروض ان هو يضغط على دي عشان الصوت يرجع. على السماعه صح؟ انا برضه كان حاصل معايا كده. يضغط على السماعه لشكل الهيدفون دي صح؟ لا يا مستر اللي فوق، حضرتك افتح الصوره اللي انا بعتها اللي فوق. السلام عليكم. عليكم السلام يا احمد. المفروض يضغط على ايه يا سما؟ معلش يا مستر، الصوره اللي انا بعتها انا عامله دايره كده عليها على اللي فوق، مش عارف. طيب خلاص مش مشكله.
طب انا هو خلاص كده صوت واضح او صوتك واضح يا عم كده؟ اه مصر. طيب الصورة باينة قدامكم يا جماعة كده ولا مش باينة؟ الصورة باينة؟ لا باين. اه طيب ماشي، يا بص كده مستر الرسمة باين. كده. طيب وهنا برضو لو سألني بقى على البوينت واي داش يا جماعة الكوردينيتس بتاعتها ايه؟ هشوفها هنا قصاد ايه؟ قصاد 11 وهنا مثلا قصاد 3 اللي هي البوينت دي او البوينت دي، شوف قصاد 11 هنا وقصاد 3 هنا، يبقى اكتب له الواي داش 11 اند 3. فاهمين يا جماعة الحركة دي بتاعت 11 اند 3 دي جبتها ازاي؟ اه يا مستر. طيب ماشي. الشكل الثاني برضه هيترسم نفس القصه، then draw its image by reflection in AD. ده هيترسم، هو هيطلع بصراحه كده ريكتانجل كده اهو، هيبقى اسمه اي بي سي دي على حسب كلامه، اهو اي بي سي دي على ما تيجي بقى البوينتس، واللي يعمل له ريفليكشن اباوت اي دي، فاي دي هقوم عامل انا مطول اللاين ده كده، وهكمل بقى البي هنجيبها هنا والسي هنجيبها هنا، هيطلع عامل كده، هيبقى ده بقى البي هتبقى بي داش والسي هتبقى سي داش والاي دي هيفضل زي ما هو اي دي. فاهمين يا جماعه مش معايا؟ فاهمين يا مصر؟ طيب انا قلت بس فاهمين. الشكل العام. طيب طب حضرتك انت سامعني ولا لا؟ انا اصلا بص اقول لك على حاجه، احنا هنعمل اند للميتنج ده وندخل على ميتنج جديد عشان نعمل الشيت 2، عشان بس ما يقعدش يفصل مننا كده، اعمل اند وخش على نفس اللينك يا جماعه، اتفضل.